البربرية تجبر الفكر. إن شاء الله أمل العالم يشوف جراح بهذا البحث. قدر بقدر الإمكان يا الجهة الثانية هذي. لقينا بلاغ في المركز انه في اشتباكات في بيت صحور وانه في هناك اصابات وانه في كمان حريق، فطلعت سياره الاسعاف وسياره الاطفائيه. انا كنت في سياره الاطفائيه والشباب اللي استشهد الشاب اللي استشهد واللي صاب وكانوا في سياره الاسعاف قدامك يعني. فهلا الحين لما انضربت سياره الاسعاف صاب الاثنين هذول اللي هم موجودين ونزلوا على الارض. هذاك نزل ما كان مصاب، نزل يجيب واحد مصاب من الحبل اللي من تحت، ضربوا القذيفه وبعديها احنا كنا مرميين على الارض. احنا الثلاثه من الطبيعي ما شفتش ولا اي حاجه بعديها. خليها شوي محمد.